ما الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ما علاقة سورة الكهف بالمسيح الدجال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذا كنت ممن اعتاد على تلاوتها وتدبرها وخوض بحور معانيها، فلا شك أنك عشت أحداث أربع قصص، في كل قصة فتنة، وفي كل فتنة هناك قارب نجاة، أي أن هناك أربع قصص وأربع فتن وأربعة قوارب نجاة. القصة الأولى وهي قصة شباب مؤمنين كانوا يعيشون في بلدة كافرة، فعزموا على الهجرة والفرار بدينهم بعد مواجهة بينهم وبين قومهم، فكافأهم الله سبحانه وتعالى برحمة الكهف ورعاية الشمس. فلما استيقظوا بعد 309 أعوام وجدوا القرية مؤمنة بكاملها، وهذه الفتنة كان قارب النجاة منها هو الصحبة الصالحة. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القصة الثانية وهي صاحب الجنتين وفتنة المال والولد، قصة رجل أنعم الله عليه فنسي وجحد النعمة، ثم طغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بالطعن والشك رغم تذكرة صاحبه، فما أصبح حتى هلك الله زرعه وثمره، وندم حين لا ينفع الندم. قارب النجاة فيها وحكمتها هي معرفة حقيقة الدنيا. قال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قصة الثالثة وهي قصة موسى مع الرجل الصالح وفتنة العلم. عندما سئل موسى عليه السلام: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منه، فسافر إليه موسى ليتعلم منه كيف أن الحكمة الإلهية قد تغيب أحيانا، مثال ذلك السفينة والغلام. أما قارب النجاة منها فهو التواضع. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. آخر قصة وهي قصة ذي القرنين وفتنة السلطة، قصة الملك العظيم الذي جمع بين العلم والقوة، وطاف الأرض يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها، وتغلب على فساد ياجوج وماجوج ببناء السد، واستطاع توظيف طاقات قوم لا يكادون يفقهون قوله، فكان قارب النجاة منها هو الإخلاص، لقوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. في وسط الصورة يظهر أن إبليس هو المحرك الأساسي لكل هذه الفتن. قال عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولكن ما علاقة سورة الكهف بالمسيح الدجال؟ قبل قيام الساعة سيظهر الدجال بأربع فتن: سيطلب من الناس عبادته من دون الله، وهذه فتنة في الدين. سيأمر السماء بالمطر فتمطر، ويفتن الناس بما في يديه من كنوز وأموال، وهذه فتنة المال. ثم فتنة العلم لما يخبر به الناس من أخبار وعلوم لم يأتي بها مخلوق قط. ثم يسيطر على أغلب بقاع الأرض وهي فتنة السلطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.